السلام عليكم، الساعة 5 الفجر. كلمتني أمس الإعلامية خبية الكوهجي، قالت لي عمر في حالة غريبة أبيك تروح تصورها. متى؟ الفجر. ما عندي مشكلة، يلا رايح. يا جماعة اللي تشوفونه قدامكم مستثمر مليونير جاي البحرين، كل يوم يقوم من الصبح ينظف. أستاذ كناصر كناصر. هذا كتير كناسا موجود بعدين كتير ناس مريض صح مريض ولا مشكلة. الرجل هذا يعني هاي الأشياء للتعب، يعني حتى السيجارة شوفوا جي السيجار تحت يعني يضايق. هذا كله فروس بلاستيك. أيوة مو بس شيل الخمام لكن يوزع الخمام على ريسايكلينج. وايد اسم يو وايد اسم رئيس الكنسة. رئيس الكنسة نفس الشيء مع أولادك كده سر صدى حياته يعني عملية وناجح يعني من كبير رجال الأعمال وما يمل من الحياة إنسان يحب الحياة. طبعا هذا الأكياس خاصة من كوريا. غرب مواقف اللي هي طريفة نعتبرها يجمع بالقمامة. شو جماعة الأمل يعني شافوا إنسان غريب شو قاعد تسوي هذا؟ فجو قالوا شو تسوي أنت هنا؟ قالوا والله أنا نجمع في القمامة يعني. قالوا ليش مش لابس يعني حاجة تدل إنك أنت تشتغل في فاكرين إنه هو يشتغل في البلدية ولا شيء يعني. قالوا لا أنا كوريا جاي من كوريا وجاي ننظف في المنطقة اللي أنا جالس فيها. والله حقي شيء طبيعي يعني نشوف في غلط وما نستحمل نشوف غلط يعني. يا سلام. اليوم هذه مثال للبساطة والتواضع والحضور الجميل. أنت قيمة وليس سلعة تقدمها لنا كشباب بحريني.